بين الفتح والضم. ثكنة، لا ثكنة ولا ثكنة. يخطئ بعضهم فيقول ثكنة عسكرية بفتح فسكون، أو ثكنة عسكرية بفتحتين، وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول ثكنة بضم فسكون. والثكنة الجماعة من الناس والبهائم، ولا سيما الجماعة من الطير. وثكن الجند مراكزهم، واحدتها ثكنة على وزن غرفة وغرف. والثكنة الراية والعلامة، وفي الحديث يحشر الناس يوم القيامة على ثكنهم، أي على راياتهم. فقل إذن ثكنة بضم فسكون، ولا تقل ثكنة بفتح فسكون، ولا ثكنة بفتحتين. التون، لا أتون. يخطئ بعضهم فيقول أتون الحرب بضم الهمزة والتاء، وهذا الضبط غير صحيح. وصحيح القول التون الحرب بفتح الهمزة وتشديد التاء، أي شدتها وعنفها وضراوتها. وأصل التسمية هذا جاء من التون الحمام، وهو موقد نار الحمام. فقل إذن التون الحرب بفتح الأول وتشديد الثاني، ولا تقل أتون الحرب بضم الأول والثاني.